تحية لكل القامات المحامية، تحية للتاريخ كانت واجبة علينا جميعا، وهي تحية التاريخ من صنع تاريخ العمل الوطني بالقليوبية الأستاذ أمين هنيه. كان دوما الأمين الحق، وكان أمين الفرسان، وكان دائما صادق حقوق المحامين اينما كان. فوجب علينا دائما في كل وقت وفي كل حين ان نذكره ونقله ونبجره تحيه له، لانه علمنا اننا حينما نكون محامين لا تهون علينا بنفسنا ولا انفسنا، فلا نهون ابدا على الاخرين. هذا هو أمين هيكل، فتحية له دائماً. تحية لمن رحل منا من المحامين وأفنى عمره فيها وفي خدمة المحامين. تحية ورحمة للأستاذ الجليل الأستاذ خالد أبو كريشة. أردت أن أقدم النقيب لأنه أكثر من 20 عام. عندما كان يحضر الى القليوبيه او الى بناء المحامين هو حب العشق مع معالي القيم، ودائما اقول لها انظر الى الحاضرين ولتعلم دائما انها اسم عندما يردده اللسان تتجمع له القلوب من الاسكندريه حتى اسوان، لانه دوما كان درعا لنقابه المحامين من اي طيار او حزب او افه ارادت ان تظهر في عظام نقابه المحامين. انه نقيبكم العام، انه القامه والقيمه، انه القامه الكبيره سامح عاشور.